اليوم نشرح الباور افكت، بس قبل ما نشرح الباور افكت في نقطة لازم نوضحها هنا، انه العلاقة بين البارشل بريشر اوف اكسجين اللي هو ضغط الجزيء للاكسجين في الدم وبين ساتوريشن اوف هيموجلوبين وذ اكسجين، تشبع الهيموجلوبين مع الاكسجين، تمثل بشيء يعرف باكسجين ديسوشيشن كيرف. هذا هو اللي في الليفل الطبيعي بيكون ات بي اتش اوف 7.6. طيب الاكسجين ديسوشيشن كيرف هذا ممكن تطرأ عليه اشياء تغيره، تخليه يا شيفت تو ذا ليفت اور شيفت تو ذا رايت. من ضمنها الباور افكت. الباور افكت ويل شيفت ذا اكسجين ديسوشيشن كيرف تو ذا رايت، وهذا له دلالات واسباب بنعرفها الحين ضمن الشرح. اول شيء لازم نعرف ان الباور افكت انه بسبب تاثير البي اتش، تغير في البي اتش وتغير في البارشل بريشر اوف كربون دايوكسيد يحصل لنا الباور افكت. طيب قبل ما نعرف البور افكت بعد لازم نشرح كونسبت مهم اللي هو انه لنج بارشل بريشر اوف اكسجين از 100 مليمتر مركري اللي هو هنا، والتيشو 40 مليمتر مركري، يعني انسجة الجسم at the level of tissues البارشل اكسجين بريشر 40 مليمتر مركري while in lung 100 مليمتر مركري. طيب فالحين بعد ما صار عندي بور افكت وصار في shifting of oxygen dissociation curve to the right، شو بيصير لو نتبع الـ oxygen partial pressure الـ at the level of tissues؟ بنلقى انه بعد ما صار في بور effect تقريبا الـ saturation of hemoglobin with oxygen 60%، while لما نكمل على الـ original oxygen dissociation curve بدون ما يصير في بور effect، بدون ما يصير في تغير في الـ pH و partial carbon dioxide pressure، كان تقريبا 75. معناه انه البور افكت قلل لي ساتوريشن اوف هيموجلوبين وذ اكسجين. وش يعني انه قلل لي ساتوريشن اوف هيموجلوبين وذ اكسجين؟ يعني انه خلاه لس ساتوريتد، خلى الهيموجلوبين ريليز الاكسجين اللي معه. ليش؟ لانه خلاص وصل تيشو المفروض يصير الاكسجين ريليز ويصير في بايندينج الكربون دايوكسيد عشان يرجع مره ثانيه لللنجز، وهذا الشيء اللي نبيه. طيب هذا في البور افكت، قلنا انه يأثر على الاكسجينيشن ودي اكسجينيشن. طيب احنا ليش قلنا انه tissues have lower pH انها acidic هنا وصار البور افكت at acidic level؟ لانه احنا نعرف انه tissues it consumes oxygen and it produces carbon dioxide. طيب لما it produces carbon dioxide بيصير التفاعل هذا وبطلع لي protons تخليها acidic environment. طيب وهذا طبعا من تأثير البور افكت، احنا قلنا يصير انه it is the effect of pH، تغير عندنا pH صار more acidic صار في shifting to the right. هذا الكونسبت الاول. ولازم نعرف انه اذا طلعت البروتونز هذه في لها اهمية انها تقلل الافينيتي حقت الاكسجين، معناها الاكسجين يجي للتيشوز هو tightly bound للهيموغلوبين، لكن بوجود البروتونز تقل الافينيتي، يعني يصير released easier من الهيموجلوبين into the tissues، يعني dissociated easier. اوكي فنقول هنا انه الكونسبت حق oxygen dissociation curve صار واضح. نروح للكونسبت الثاني اللي هو loading والunloading. الهيموجلوبين لما يوصل لللنجز it get loaded by 4 oxygen molecules each bound to one ferrous، يعني bound tightly لما توصل للتيشو. لما توصل للتيشو بيصير العوامل اللي ذكرناها في البور افكت تقل الاسيديتي، يصير في عندنا هيدروجين ايونز ولكلها يعني والانفلونس الهيموجلوبين انه يكون له less affinity للاكسجين ويصير في ريليز للاكسجين هنا بصوره اسهل. لما يصير في ريليز للاكسجين في التيشو خلاص الهيموجلوبين الحين يبي يرجع، فما يرجع لما يعني هو راجع يشيل معاه 2 كربون دايوكسيد ويشيل معاه 2 بروتونز، هو عنده 4 بايندينج سايتس. طيب 2 بياخذون كربون دايوكسيد و2 بياخذون بروتون، بس احنا قلنا انه بروتونز ريدوسز اكسجين افينيتي، فمعناها وهي رايحه المفروض انها ما توصل لللنجز، لانها اذا وصلت لللنجز مع الهيموجلوبين يعني الهيموجلوبين ما راح يكون قادر انه يصير باوند الاكسجين مره ثانيه، لانه الافينيتي حقت ريدوست باي ذا بروتونز. فعشان كذا هو في الطريق البروتونز جيت ديسوشيتد، ولما جيت ديسوشيتد تسوي لي هذا التفاعل اللي هو تقريبا تفاعل عكسي لهذا، فبتطلع لي كربون دايوكسيد غاز.
كربون دايوكسيد جهاز هذا بار افكت بيتعامل معه وبيراجع مره ثانيه سوليبل بايكربونيت. بس على المهم ان سوينا ديسوشيشن لل H عشان to have greater affinity of oxygen، لان بنسوي هنا oxygenation مره ثانيه وبنخلي الهيموجلوبين يعني will be bound again to oxygen molecules. فهذه التو كونسبتس اللي كنت بشرحها اليوم ان شاء الله وضحت، وان شاء الله مع الفيديو اللي في بدايه المحاضره لو كنتوا شايفينه، لو ما شفتوا طلعوا عليه يعني قصير ويشرح لكم كل الفاكتورز. يعني هنا احنا ذكرنا الفاكتورز اثنين بس اللي هم pH وكربون دايوكسيد، هناك شرح الفور فاكتورز بكل وضوح، وبالتوفيق ان شاء الله.